خديجه هضرنا على تي ار دبليو في. خوتي شي واحد يكتب لي تي ار دبليو في بلاتي. كان واحد الاخ البارح سوني شي سؤال وعدته وما بقيتش عاقل على بلاتي هاد تي ار دبليو في اشنو هي الخط. الله يرحم ليكم الوالدين. الناس اللي كيسولوني على تي ار دبليو في اشنو هي اشنو هي بالضبط باش نشوفوها ونشوفوها مجموعين نديروا لها مراجعه مجموعين. اشنو هي تي ار دوبل في؟ حيت انا ملي كنكتب هاد تي ار دوبل بزاف الناس كيسولوني عليها واش هاد هي هادي هي هادي. قولوا لي الناس اللي تيسولوني عليها واش هي هادي اوتوماتيف افتر ماركت هادي وهادي راه اوتو كار بارت. ما عرفتش انا تي ار دوبل في شنو واش كوين هادي شنو اون ابليكاسيون ديالاش. عطيوني شي ليان عطوني شي ليان. قلب في يوتيوب والله ما كذبتي. واحد حنا بدنا نشوف انا تيسولوني بزاف. ها يا شاح اجي نشوفو. يا سلام تعجبوني والله. يلا نشوفوا هاد العملات نشوفوا هاد تي ار دوبل في. يلا والله هذا اللي قال لي قلب عليها في يوتيوب انت ناضي والله. نديرو شرح تي ار دوبل في. يا سلام احسن تطبيق للربح من الانترنت. شوف اول حاجه الخوت غير كنشوف هاد العنوان احسن تطبيق للربح. شوف ملي تنقول لك احسن كي كنشوف يعني كي غتخصك تشوف احسن تطبيق للربح من الانترنت تي ار دوبل في اب غير كنسمعها كنعرف النصب والاحتيال ما كاينش تخرشيش. انا نهضر لكم انا نشوف وانا نشوف انا راه حيت نتوما كل واحد اش تيقول لي تسنى حنا نشوفوا القناه اللي كريبتو زاك. يلا تفضل يا اخي كريبتو زاك. السلام عليكم اخوان تفضل فيديو جد نسمع مغربي. الله اصبر خويا الله اصبر كاش تخرش لكم هاد لابليكاسيون هادي اللي يمكن لك تدخل من ارباح ليه. المهم فهاد لا فيديو غادي نوريكم كيفاش تدخل هاد لابليكاسيون كيفاش تقيد في السير. اي الله يرحم ليك الوالدين. كيفاش تسحب الارباح ديالك كيفاش تحط الفلوس باش غادي تبدا. اي اخويا حط الفلوس. اي اي كيفاش تدخل لابليكاسيون الا ما بغاتش. واش غادي ندخلو سي زاك لابليكاسيون ولا شي حاجه اخرى؟ غير حدد معنا المواقف. الله يرحم الوالدين خويا زاك. خويا زاك راه بدا يديروا الفلوس هكا بوبي تحش علينا. الله يرحم الوالدين. اللي كنوريكم كيفاش تحل المشكل ان لابليكاسيون ما كتبغيش تدخل. قالك بغيت نوريكم كيفاش تدخلوا لابليكاسيون والفهم يفهم في الاندرويد ايفون في الاندرويد سير اخويا الاندرويد سير. كيف ما كتشوفوها انتما الرياكشن على طريقه امير راغب الرياكشن التقنيه البالونس ديال ياك هذه هي الرياكشن ياك تيطلقوا الفيديو تيقول هذاك يهضر لكم على الفيديو ياك يا الرياكشن التقنيه. قال لك ندخلو في الاندرويد زيد اخا دخلنا في الاندرويد داك يدخلو في شي حاجه اخرى سير 60 دولار. كيفاش كتخدم هاد لابليكاسيون؟ كتخلص دي زوتيل كتاخد كوميسيون ديالك. كيفاش عاود هاد اللقطه نخلص لي زوتيل زيد كتاخد كوميسيون ديالك. بلاتي عاود انا نسمع كيفاش كتخدم هاد لابليكاسيون؟ كتخلص دي زوتيل كتاخد كوميسيون ديالك. كيفاش كنخلص اوتيل باش ناخد الكوميسيون؟ لا خويا راه الكوميسيون هي انا خصني نبيع خصني شي واحد يخلص داك لوطيل نجيبو انا وناخد كوميسيون. كيفاش انا غنخلصو دابا انا غنجي نقول لوطيل السلام عليكم الله يرحمكم السلام الله يرحم الوالدين بغيت نبوكي واحد الشومبر. يا سيدي مرحبا اذا هاك اخويا خلصونا مرحبا بروك عليك خديتي كوميسيون. دابا انا عطيتكم 1000 درهم وعطيتوني كوميسيون 500 درهم تعاود يعطوني هما 500 درهم. ذكاء هذا ما يسمى بالذكاء. سير خاصك سير اخو سير كتبرك على بوك ناو بحال هكا ناو سير اخو بوك ناو غادي تخلص شحال كوميسيون غادي تاخد كدير سبمايت بحال هكا وات ذا فاك خلص جاك فلوسك معنا كوميسيون ديالك. وكل ما حطيتي مونطون كثر كل ما غادي يكون الربح ديالك كثر. قد ما حطيتي فلوس كثر قد ما بوكيتي كثر قد ما تاخذ كوميسيون اكثر. يعني انت تعطي 2000 درهم ويعطيك كوميسيون 500 درهم الا عطيتي 5000 درهم يعطيك 3000 درهم. زاك صافي هذا والله الا زاك. سير سير خو مثلا حطيتي 100 دولار غادي تضرب لك فوا 2 في مده ديال 25 يوم. اي مونطون حطيتي لمده ديال 25 يوم غادي تضرب لك فوا 2. حطيتي 100 غتولي لك 200 حطيتي 50 غتولي لك 100
وعلى حسب انت شحال. ودابا هادي واش الكوميسيون ولا شنو هو دابا هضر على ليس تعريف الكوميسيون. دابا الكوميسيون كتهضر على كوميسيون دابا تهضر على حاجه اخرى. كيف ما كتشوفوا هنا البالونس هذا هو الكونت الطريقه كيفاش تقيدوا غتجيو نسيت اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبشن اللي غادي يعطيكم 10 دولار في الاول باش تبداو. كتكتب هنا النمره التليفون داكشي ايزي نمره التليفون الكود. شوف شوف لابليكاسيون اللي بتعطيك الفلوس دخلنا عليكم بالله الخوت ولا ديفلوبر والفرونت. شوف 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 لابليكاسيون كي دايره. شوف 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 هي الشكل ديالها كي داير. شوف شوف هادو بيعطوك الفلوس وديروا الفلوس سيروا صابوا بهم يا ابليكاسيون مزيانه نعرف الله يعني باس. وغادي تكونفيرمي المود باس ديالك وغادي تحل لك الكونت وغادي يطلعوا لك باش تيليشارجي لابليكاسيون. غادي يطلعوا لك اسمع اخي عيش عيش اسمع غيطلعوا لك راه صباح هو تيشرح لكم نتوما ما فهمتوش. باش تخلي غادي تجي جوجل بلاي غادي بلاي ستور غادي لهنا ما تبرك على هذا بلاي بروتيكت هي وديزاكتيفيها. هذه خاصك ديزاكتيفي. ويلي 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 كيفاش غنديزاكتيفي بلاي بروتيكت وعلى هذا الحساب راه يقدر الخوت رام ديزاكتيفي بلاي بروتيكت فيديو كوا يقدر هاد لابليكاسيون فيها تاخد يقدر هاد مالفيوز. عرفتي شنو هي ديزاكتيفي بلاي بروتيكت العشير يعني راه مالفيوز والله اعلم لهاد لابليك انا ما تنعرفهاش ما منصاليهاش هادي خصني نتيليشارجيها صراحه راه تقدر تكون تطبيرات ديالك حتى تليفون كالحاج. راه قال لك راه قال لك يطلعوا لك راه ما سمعتيش انت مزيان في الاول راه قال هذيك ديزاكتيفي ديزاكتيفي البلاي بروتيكت باش يطلعوا لك زير اكسيفي غادي تدخل الابليكاسيون صافي وغادي يطلعوا لك يلا يا زيد. كيفاش تحط فلوس كتجي لا دغوشارج كتكتب المونطون اللي باغي ديبوزي هنايا في هاد الابليكاسيون من بعد كتكوبي لادريس اللي كيعطيوك ديال الواليت. ويلي 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 كريبتو باش ينصبوا ما يخليوا على الاطار زعما دابا بيديو لك رزقك دابا دابا يديو لك رزقك تا تشلا ما بغيت دابا يديو لك رزقك. وي اه عرفت عرفت قول لي واحد جوج دقائق قول لي واحد جوج دقائق من هنا ويني ويني. دابا علاش هما كريبتو كريبتو حيت عام حيت الشفاره طنيز بغا يديو لك ديالك حيت الا بالكريبتو ما يمكنش تعرفهم واش فهمتيني ما يمكنش تعرف شكون هما واش فهمتيني داكشي علاش دايرين بالكريبتو. سير اخويا سير كتجي البينونس البينونس كتجي الواليت كدير اوتري باش تخرج لك. اقسم بالله الا شهر وانتم كتسولوني على تي ار دبليو راه انا تنقول لكم بديت كثر الهضره على شي حاجه راه كتصيفطوها لي انا وكثرت الهضره على هذا وبصحه راه الدراري مشى. شوف باش من شكرا اخويا زاك شكرا شكرا جزيلا لك شرحتي لنا لابليكاسيون خويا راه هادشي راه ينصبوا الاحتيال ينصبوا الاحتيال. دابا انت كيفاش تتبوكي اوتيل دابا باش تبوكي وهاد اللعيبات هاد التخربيق بحال مثلا كاين شي حاجه كتسمى الكاش باك. انا على حسب ما فهمت من عند هاد السيد كاين شي حاجه كتسمى الكاش باك ولكن هذا راه ماشي زناط الكاش باك هذا ماشي السيستم ديال الكاش باك. وباش الشركه دير ان سيستم ديال الكاش باك تيخصها دير شراكات مع هادوك المواقع مع مثلا مع لي زوتيل مع المتاجر مع واش متفقين يعني كدير معاهم واحد الشراكات. هاد الشراكات تيكونوا بطبيعه الحال شركات اللي هي قانونيه بوراقها بالمسائل ديالها وغادي تخلص بالدولار ماشي غتخلص بالك تخلص بالكريبتو وغادي تخلص بالكريبتو لانه علاش هما دايرين الكريبتو دايرين الكريبتو. دابا جوج الحوايج اللي جوج الحوايج اللي خاصك تفهمني الله يرحم ليك الوالدين. اولا قضيه انك ديزاكتيفي البلاي بروتيكت يعني هاد لابليكاسيون اللي مالفيوز هاد لابليكاسيون خطيره كاينش ابليكاسيون اللي هي اللي جيت وغادي تقول لك ديزاكتيفي ليا البلاي بروتيكت اون فوا تسمع بلاي بروتيكت عارف راه شي حاجه كاين فابا هذه كاع هذه هي الاولى غطيح في بالك. ثاني حاجه انه المساله ديال تخلص بالكريبتو وتستقبل الفلوس ديالك بالكريبتو حيت هادشي نصابه هادو واحد الجماعه نصابه داروا هاد اللعيبه هادي باش غدا ولا بغدا ما تقدرش تعرف الهويه ديالهم ما تقدرش تتبعهم قانونيا اولا قضائيا. اذا هادشي اللي كاين الخوت فيما يخص هاد لابليكاسيون لي تي ار دبليو كل نهار تي ار دبليو انا كيسحبني وبلاتي راه كاين واحد السيد ثاني تتسولوني ثاني على وحده سميتها اف تي ام او هادي ان شاء الله المره الجايه نشوفوها
المهم هاد تي ار دبل في الناس اللي حطوا رزقهم في هاد تي ار دبل في رانا دابا راه جيت تسمع بنادم 5000 درهم 10000 درهم راه انا قلت لك حنا راه وحق الله الا في المغرب راه حنا ال 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 النخشان البخشان النخشان انا كاينه الفلوس شي في المغرب كان انا راه تنحس براسي مع السواده عندكم اخو الفلوس سهله كتعطيو الفلوس ساهلين عندكم فلوس موجودين ودابا غتسمع في هذا الشيء اللي حط 5000 درهم اللي حط 10000 درهم غير حنا عرفتي اش كنديروا كنحطوها مسدوده دابا حنا المشكله ديالنا اشنا هي ملي كتلقى شي حاجه ما كتمشيش تهضر عليها وتسول وهذا لا قال لك هذا صافي تيحسب فهمتي ما باغيش الخوه الخير هو ما باغيش يمشي تحط ديك 5000 درهم وساكت عليها تقول غدا بغيت نضرب الصرف ما يعرفش شي واحد هو دابا دي اسكت ما تدويش اسكت انا من غادي تقولها غادي يقول لي شي واحد لا خويا انا راه مشات لي 10 عفاك كيفاش نتابعهم قضائيا ما عندكش خويا لا يعدل احد بجهله للتقنيه هذا هو المشكل هذا هو المشكل عند بزاف ديال الناس صراحه انهم كيلقاو شي لعيبه بهذا هذا ماشي شي سوال يهضر غير مع لونتوغاج ديالو راه مية عقل راه ماشي هي عقل سير غير سول مثلا قولها لصاحبك يقدر شي واحد ذكي شي واحد ذكي معاكم في الدار شي واحد معاكم ذكي اقول لك اخويا الله يهديك واش انت كاينه شي حاجه سميتها هذه الله يهديك اخويا فكر لا هو فهمتي تي تلقاتي تيقول لك مستوره اللي مستوره تيسر فيها الله ويسر لك فيها الله ديال بصح ماشي باش ضايق يا اخويا تبارك الله عليكم الا قلنا لكم هاد الهضره المهم كل واحد فين خدا الدرس غيكون هاني اخويا بروح رياضيه كل واحد فين خدا الدرس كاين اللي خداه فشي كريبتو يا كاين اللي خداه فشي ابليكاسيون كاين اللي خدا الدرس ديالو فشي موقع كاين كل واحد فين خدا الدرس لست الاول وليس الاخير ولكن بطبيعه الحال الناس اللي كيتابعوني والناس اللي كيديوها في هضرتي والناس ها هو دابا مال شوف ها هو الناس كيسولوا التي ار دبليو ما حدش رزقو وتيجي يسول تلف جا سولنا احنا بينا ليه اش كاين صافي هما ديك القفو زياره تجيبها غير فراسك في الاخر والله الا قال لك ديزاكتيفي البلاي بروتكت واش انت مريض اجي بعدا والله اسمح لنا داك الاخ اللي دايز معايا دابا رونديفو غير نشوف واحد اللعيبه نشوف هاد التي ار دبليو شحال من مره تشرحات ينشوفوا الله يرحم الوالدين واش نتوما اللي يسحبكم كرياشين في يوتيوب واش نتوما يسحبكم غير اللي تيسمي راسو شي تخربيقه في اليوتيوب تطيقوه الا لقيتكم حتى نتوما اجي نشوف بعدا هذا 19000 هذا السيزاك بعدا 19000 واحد الا خدينا 10% من الناس اللي شافوا هذا الفيديو اللهم بارك زيد اخت تبارك الله عليك الاخت ديالي شحال 39000 واش هادي تي ار دبليو ولا شنو هادي ما عرفناش الشرحات اللهم بارك مستر كشي الحات اللهم بارك كشي الحات ما كان يكشي الحي في عباد الله ها 6000 زيد ها واحد 6 هل سيتم النصب علينا دابا هذا الاخ طرح واحد السؤال ديالني تحت رزقه وشاف اش كاين ويكتب هل حقا تم النصب علينا دخل تعرف شنو واقع ماذا يحدث دابا هذا هذا مشى ليه رزقه قال راه ردوا في يوتيوب زيد سيدي ها رأي التطبيق هذا قال الرأي ديالي انا باقي قال ما عرفت انا باقي قال الله طلع طير الرأي ديالي زيد سيدي طقس كام هذا عاد بداو تيعيقوا هذا اثبات بالدليل درا عطاهم الدليل هذا ويني 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 شامل وين أمة ديال البشر شرحات ديك السيت واحد كاتب ليا شوف باش تعرف راه هادشي اللي متنحمل انايا شي واحد كاتب ليا تما حط تصويرتي وكاتب انني انا عطيت الدليل وانا ما عمرني هضرت في هادشي غادي نشوف انا خويا انا تنهضر انا في تي ار دبليو الله لا اشهر الله يرحم الوالدين اللي تيدير بحال هادشي و تيحط تصويرتي راه ما بقيتش كنتسهل وليت كنرفع الدعوى القضائيه راه دابا راه واحد المؤسسه راه رفعت عليها دعوى قضائيه في اكادير باش نكونوا متفقين الله يرحم الوالدين هدا نقول لك هز الفيديوهات ديالي دير بهم رزق سير الله يسر لك انا الله ما نتابعك سير اخويا هز الفيديو ديالي ترزق به الله في الادسنس اما تهزو تبدا دير به الاشهار باش تسوق شي منتوج ديالك ولا تبدا تكذب على عباد الله في العناوين ما نعقلش عليك باش نكونوا واضحين الله يرحم الوالدين زيد اخويا انا تنشرح انا هادشي مليون دولار في العام شرحنا لكم كيفاش تلقاو سيت نصا شرحنا لكم كيفاش انا ما شرحتش هادشي انا قلت لهم اودي راه ها كيفاش شرحوا ولكن هذا بلادي جوج تطبيق رجع معاكم والله ما عرفت علاش تيجي اش نقول لكم هذاك الراس ما بغيت غير كنت جيت تسمع هاد الهضره ما تتنصبش عليك في الاخر هو المهم الخوت
اف تي ام او واجي ان شاء الله نديروا لكم هذا اف تي ام او بلاتي نشوفوا هذا اف تي ام او بغينا نتعطلوا على الناس راه عندنا كونسلتين حتى نشوفوا هذا اف تي ام او شنو هو هذا اف تي ام او شنو هو ديال تريدين بروكر وخليها له تنبه نقول لكم اش كاين يلا تبارك الله عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والى ان نلقاكم في فيديو قادم باذن الله دمتم في امان الله والى اللقاء راه نصاب كثار صاحبي وطماع كثار هذا هو اشوف طماع كثار هذا هو المشكل كثار طماع